لكن الحوار متقسم إلى محاور ولجان وما إلى ذلك. فعندنا مثلا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وأنا أشوف أن اللجنة دي عليها مهمة مذهلة وعليها حمل تقيل جدا. معنا على تليفون دكتور ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام يا رب. يعني الملف ده بالذات ملف كبير، ثقيل، مهم، مؤثر أيما تأثير على المجتمع المصري مما لا شك فيه. أبرز الأولويات المطروحة على أجندتكم، وإحنا هنبدأ أظن الأسبوع الجاي على طول من يوم الأحد إن شاء الله. المحور المجتمعي هيبدأ أولى انعقاد جلساته هتكون يوم الخميس الموافق 18 مايو، والحسن حظي أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي هتكون أول لجنة بتنعقد، وعندنا موضوع مهم جدا على رأس الموضوعات وهو موضوع الوصاية. عظيم جدا. طيب اشرح لنا أكتر في الموضوع ده. احنا في اللجنة من ضمن الخطة كنا على فكرة حاطين موضوع الوصاية. احنا مش بنتحرك وفق لإثارة الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدراما اللي كانت بتعرض في رمضان. احنا كنا حاطين موضوع الوصاية من ضمن الموضوعات اللي هيتم مناقشتها خلال الجلسات بتاعتنا، هتكون رد للواقع وطرح عدد من الحلول الخاصة بالقضية، لأن مسألة الوصاية واحدة من أهم الملفات اللي موجودة عندنا. هنريد من خلالها بحث الأثر التشريعي للقانون المعمول به حاليا، وبعد كده في مرحلة لاحقة ضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة وتمكينها من الوقوف على مصلحة أبنائها وتحقيق ما فيه صالح للأبناء. طيب بالتأكيد يعني قضية الوصاية من أولويات اللجنة حقيقي من قبل ما يطرح الموضوع الفترة الأخيرة دي، يعني من قبل ما المسألة تبقى بسبب المسلسل تحت الوصاية ورمضان والناس كلها التفت حول هذه القضية، فأنتوا كنتوا مشغولين بهذه المسألة. حقيقي خطة اللجنة احنا يعني كنا بدأنا في ان احنا نعدها من شهر 11/2022، وكان موجود الموضوع من ضمن خطة اللجنة اللي احنا سلمناها لمجلس الأمناء للحوار الوطني. طب بالتأكيد جالكم مش عارف مئات ولا آلاف من المقترحات حول مسألة الوصاية. السؤال، أبرز المقترحات اللي كانت لافتة للنظر اللي بتعتقد دكتور ريهام إن إحنا نتحرك في هذا المسار بخصوص موضوع الوصاية ولا أيوة حضرتك موضوعات أخرى؟ الوصاية أولا ثم بقية الموضوعات. والله موضوع الوصاية طبعا جالنا مشاكل زي اللي أثارت في المسلسل، إن المرأة بتكون مش قادرة يعني مش هنقول تتحكم، تقدر تتحرك في المسار الصحيح بالنسبة للورث بتاع أبنائها، يعني بمناسبة التعليم عايزة تجيب لهم حاجة خاصة بالدراسة، عايزة تجيب لهم حاجة خاصة بيهم هم. موضوع إن الجد هو اللي بيكون واصي ويقول آه أو لأ، ده بيعيق حاجات كتير قوي في حياة الأبناء.